كنشوف شويه من هادشي ديالنا ديال المغرب كبور والحبيب. كنشوف افلام مصريه مسلسلات جوج، واحد ديال عادل امام عوالي مخفيه ونصر الصعيد، هادشي اللي كنشوف. والو والله ما متبع شي حاجه في رمضان، قليل شي حاجه كنتفرج. انا دابا في البحر ما كنتفرجش بزاف، ما كذبش عليك، ما عارفش شويه كنتفرج مره الا جات شي حاجه الا كانت شي حاجه كنتفرج فيها، الا كانت كنشوف مره طالي السحليفه شويه، ولكن ماشي دائما، ما نكذبش عليك، ماشي دائما كنتفرج بزاف، حيت بعيده عليا التلفاز، هذاك الشيء علاش. القنوات المغربيه متبعه بيان سيغ، انا حرت وليت كنقلب الرباط شويه، قلب دوزام شويه تخربقت، لانه فريمون كاينين دي كابسول اللي في الاولى زوينين، وكاينين مسلسلات اللي في الدوزام غزالين. انا كيعجبني الدرب لانه كيهضر بحال الدرب، كيعجبني السحليفة غزالة ديك البنية، كوكلها برافو ياسر، والبنت اللي معاك ما عرفتش اش كتجيك، المهم كتشبه ليك بنت اختك، برافو. كيعجبني ولاد علي تعجبوني بزاف فوالا، بزاف ديال المسلسلات اوشن تعجبني دائما تنتابعو، بما انه انا مغنية التيتر دونك دائما تشوفوا، غير هاد الشيء انه واحد ليستواغ اللي زوينه، بزاف ديال الحوايج اللي زوينين وتنتابعهم في رمضان. هو انا الا دويت غنكون كنقول شي حاجه ما عنديش عليها خلفيه كبيره لانه ما متبعاش، لكن يكفيني من يعني لا فامي ديالي، يعني انا عندي خواتاتي، عندي بنات اختي كيتبعوا لا نقولوا تبعوا في الاول، هم ما راضينش، لكن تيقولوا لي تيخليو التلفازه مشعوله وكيتبعوهاش، يعني احنا مشتاقين الاذاعه المغربيه والتلفازه المغربيه نشوفوها، لكن المحتوى ديالها ما زوينش. مغاربه كنظن الاغلبيه كنظن يعني كشاعلين ممكن ناقصين صوت يمكن، اما انا شخصيا في يعني الاسره الصغيره ديالي انا وصفاء يعني والديه ما كنشعلوش التلفازه تماما بتاتا. عجبوني بعض الاعمال الفنيه اللي فيهم اجتهاد، بل هذا العام هذا عامر بالشباب ومليء بالشباب يعني الموهوبين اكثريه في مجال الكوميديا، برافو عليهم، يعني داروا اعمال زوينه وحاولوا انهم تاهما يفرضوا نفسهم، والله يوفقهم في المسيره الفنيه تاعهم. تنكون فطر مع الوالده ضروري تنشوف البرامج ديال، كنشوف حي البهجه، عجبني سحليفه، وكبور والحبيب، هادو هما اللي تنشوفهم.